مساء الخير وميلاد مجيد على الجميع، ويا ريت الكل بيتمثل برسالة المسيح، رسالة السلام الروحي والاجتماعي والشفاء، شفاء النفوس المريضة اللي عم بتفكك هيدا البلد. أنا من الأمهات اللي شاركوا بمسيرة التلاقي على الرينج، وأخذ محور خندق الغميق، وبتشكر منبرك اللي كان أول من ضوى عليه، أخذ محور مهم على كل وسائل الإعلام. المنطقة اللي رسمت عبر التاريخ بأثارها بالتعايش المسلم المسيحي من الكنيسة السريانية لجامع الإمام علي، اللي كان له صدى ودور فعال بتهدئة النفوس وتخفيف التشنجات اللي صارت عبر خالي الشيخ محمد كاظم عياد، وعبر القياديين واللي سماهم الأستاذ بالقمصان السود، اللي حاولوا يردعوا تهور بالتصرفات الشباب المحقون اللي له كان أكثر من 60 يوم كل الدنيا عم تستفزه. أنا بالوجع بالمنطقة في إلي حصة، وعم بقول لك يا استاذ مارسيلو بكل غصه، عيب نهمش اي منطقه على الخريطه اللبنانيه او نسميها بالشارع الاخر. هيدا الشارع قدم تضحيات للبنان كمان. الكل بيعرف البلد متعرض لتجاذبات وفي ايادي خفيه عم تشتغل بالعتمه لاستدراج الشارع لفتنه سني شيعي من 2005 لهلا. ما قدروا ببيروت، يمكن حاولوا خلال هالفتره وهالاسبوعين من طرابلس لبيروت، طرابلس التي سميت بعروسه الثوره، بنوجه لها تحيه. ونتمنى تضل عم تشتغل بالرقي بالحراك، الحراك اللي نحن أول من أيدناه وبعدنا لليوم بنأيده بمضمونه الاقتصادي والاجتماعي، بمطالبه يلي هي مطالبنا، ونتمنى ما يصير في خرق. نعم لا خلص لا ما خلصت، بس بدي نوه على شغلة. تفضلي. نحن الكل عم يحكي عن رئيس دياب، نحن تعود اللبناني يكذب ليعيش، أما بعض السياسيين للأسف عم بيعيشوا لا يكذبوا علينا. من 30 سنة لهلا ما صار في أمور معيشية استفاد منها المواطن، يا ريت نحن نعطيه فرصة. اللي فتنا بالشهر الثالث على السلطة وعلى الحراك إعادة قراءة كل ما أنتج خلال هيدي الفترة، الإيجابيات نخدها نطورها وندعمها، السلبيات نلغيها ونبعد عن الإقصاء والإلغاء لنقبل بعض كرمال يزبط حال هالبلد، كرمال ابني وابنك وخي وخيك ما يفلوا منه. شكرا لك.